بنات هذه موديل اليوم سيدرا، هذه ثاني مرة أسويها، بس بوريكم العدسات اللي لبستها مرة حلوة. لونها إيش؟ شوغر جراي. أيوة شوغر جراي، حلوة حلوة مرة على عيونها، وهي أصلا عيونها فاتحة. رح أرطب لها وجهها بالأكوا كامل وبعدين بنبدأ بالحواجب. أول شيء رح أرفع حواجبها كلها لأني بسحب العين. هي سيدة عندها الحاجب هنا في كسرة نازل، أنا ما بيكون نازل أبدا، بحاول قد ما أقدر إني أرفع. تتذكرون أول مرة كيف سويت حواجبها؟ نفس الطريقة، بحاول أرفع قد ما أقدر. أرسمنا حواجبها من أطراف شعرة شعرة بقلم كات فونتي بطريقة. أول شيء أحدد وين أنا بسحب، شايفين؟ بعدين أبدأ أرسم شعر. أبدأ أعرض شوي شوي هنا لأن هنا الأطراف. بالصنف التوح، بعدين بوريكم الالوان. طبعا اليوم مقرر الايشادو اخليها تقريبا لونين بس او ثلاث الوان مو اكثر، بدون لمعه بدون اي شيء، يعني شادو مات، لاني بس بركز على انه عيونها تكون فاتحه هي ما شاء الله، وسحبت العين وبعدين بتشوفون لون الوجه بهالطريقه. واسحب من هنا، شايفين مع سحبه الحاجب، لاني لما رفعت الحاجب اقدر اسحب هنا بالراحه، بس لو كان الحاجب نازل علينا اكيد صعب. من هي شيء بسيط من الخشمة وبسحب، ونفس الشيء نفس الفرشة راح استخدمها تكة براون على شوي هالطرف. الجبن المتحرك كله راح يكون لون براون كريم، تكون صورت لكم قبل كم يوم، وبس هذا الاي شادو. نفس الشيء اسحب، بالنسبة لي كفاية. نفس الشيء لاين ثانية، وشيء قدام النص، بعد أن تقطع بفش خالص. تمام، حطيت لها آي شادو كريمي ونقطع مع أويل من بعد، بحط على الجفن المتحرك بهالطريقة، بس على الجفن المتحرك. هنا أسحب تكة وسحبة العين، نفس الشيء العين الثانية. بعدين أدمجوا قبل ما ينشف من الأطراف، شايفين كيف حتى دمجه سهل؟ شوفوا هنا لون الاي شادو بدون ما احط فوقه اي اي شادو باودر فتحي، فبس بحط فوقه شادو نفس اللون اللي هو براون فاتح تكه. الحين اجيب وايز وانظف العين من هنا واسحبه، بس هذا الاي شادو. شايفين كيف طلعت العين مسحوبه نظيفه؟ في نقطة مرة مهمة لو تلاحظون، في كونتور على أطراف خشمها، هذا بعدين رح أخففه وأدمجه مع كونتور هولا من بنفيت، بس عشان يحدد الخشم. رح استخدمها الأيلاينر هذا من دبال ومع أيلاينر كريمي من بوبي براون، لأنه الأيلاينر لون رح يكون مرة واضح.
اول شيء راح ارسمها بلبان. انا احب على فكره هذه الطريقه مره انه استخدم كل شيء يكون كريمي طاقه. لما تسوون اي لاينر كذا مره قلت لكم بنات لازم تكون فتحه، عينها فتحي بس مو اكثر من كذا، وناظري هنا. نفس الشيء اجي من على راسك بستكه، اجي من نظري تحت شوي بس، اجي من عند فتحه عينها وعلي. بنفس الوقت ارجع من عند كسره العين بهالطريقه وابدا اعبي. بس بوريكم الاي لاينر الحين بالجل، راح ارسم لها المدمع من قدام شيء بسيط. ايش راح اسوي؟ راح افتح عينها واكحلها من جوا بهالطريقه، ما بكحلها من برا ابدا. شفتني علي بس كذا راح ارسم لها نظريتها تلك شيء بسيط. هنا خلصنا، شوفوا العيون كيف صارت ما شاء الله. شوفوا بعد ما ركبنا الرموش، شوفيني حاولت اني افتح طرف العين من هنا ما يتسكر، لانه حرام من اليوم قاعده نشتغل على هالشيء. الحين بحط لها مسكره وبعدين راح نبدا فونديشن. ابي الفونديشن يكون نفس لون جسمها. حطيت لها الفونديشن والحين راح اطبطب بالبيت بلندر بهالطريقة، بس طبطبة اشيل الزايد وبعدين كونسيلر كونتور وخلصنا. خلصنا الاشياء الكريمية يعني. هذا الكونسيلر من ماك، كل الأشياء اللي استخدمتها آخر شيء بصورها لكم. هذا الكونسيلر من ماك، كل الأشياء اللي استخدمتها آخر شيء بصورها لكم. تسميم بس للحين ما حسامي. نفس الشيء. طبعا انتوا زي كل مرة تحسوا لونه غريب بس ما دام يطلع مرة حلو. طبعا هذا ان شاء الله اشوفه بدون مشكله على عمياني وبعدين لما نخلص ارجع اشوفه. بحط لها باودر شيء بسيط بس تحت العين قبل شوي اكثر من باقي الوجه مع الخشم من هنا. هذه الفرشه مره احبها حقت ميك اب فوريفر. نفس الشيء من هنا واطلع على الخشم شوي على طول عشان ما يجفف لها وجهها. هنا بعد نفس الشيء الجهة الثانية بس بسيطة. بس الحين حبدا لها كونتور باودر، ما راح احط لها كونتور كريمي. كونتور هو لما بنفذ نفس الشيء. كونتور هو لما بنفذ نفس الشيء. كونتور تحت البلاشر بهالطريقة وأخلطه مع البلاشر أدمجه. تحت البلاشر بهالطريقة وأخلطه مع البلاشر أدمجه. نفس الشيء بقوله راح أسويه كنتور الخشن. طبعا هنا من البداية حطينا مع الآي شادو، شايفين فصار سهل علي. هنا برفعها تسمي ليش، بس بحط لها شيء بسيط كذا مو أكثر. بعدين برش لها فيكس بلاس وحط لها ليبال. استخدم لها الحين هذا من أنستازيا على وجهها كامل لأنه حطيت لها أشياء كثير باودر. الحين بطبطب لها بالبيوتي بلندر عشان ندمج كل شيء ونشيل اللقط هذه الصغيرة اللي تطلع بالطريقة.
خشمة طبعا انا احب ارجع في الشيء تعرف خلي نفس الشيء جبل شايفيني؟ شايفين كيف طلعت لعبة لعبة؟ عارفين لوك الروسيات الأجانب هذا اللوك اللي حابة أسوي لها. شايفيني؟ شايفين كيف طلعت لعبة لعبة؟ عارفين لوك الروسيات الأجانب هذا اللوك اللي حابة أسوي لها. راح أستخدم لها هذا البلت من أوفرا. هذه الفرشة مرة صايرة أحبها للإضاءة مرة بوريكم كيف شوفوا جنن أحسها أحلى من الفرش اللي كنا نستخدمها قبل الفشل.